بوباتي كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، عواشركم مباركة وعيد مباركم سعيد. إن شاء الله تكونوا خديتوا أجمل الأوقات في هذا العيد إن شاء الله مع أصحابكم وحبابكم مع والديكم. اليوم حبيت بأني نشارك معكم واحد التتبيلة اللي هي ديال الدجاج، ما نقولش لكم عليها الناس، أنا جبت هذه الوصفة هذه من عند وحدة تبارك الله طيابة في العراس، وكتقول لي كيفاش كيجي دجاج هشيش وبنين وشنو هي المقادير ديالو. غنخليكم على المقادير. تقريبا غيكون هنا واحد الكيلو ونص ما بين الركبه والفخاد ديالها، حيت انا بزاف ديال الناس كاين اللي ما كيبغيش الصدر، ما كيبغيش ياكل الصدر، فانا هادو كانوا عندي في الثلاجه وجبتهم. تقريبا كيلو ونص ما بين الفخاد والركبه ديالهم. كتكونوا غسلتوهم، وملي كتغسلوهم البنات كديروا معاهم تقريبا تعمروهم بالماء، وكديروا فيهم شويه ديال سكنجبير وشويه ديال الحامض، وكتخليهم، والخل حتى هو اللي كان عندكم، وتخليهم مرقدين واحد تقريبا واحد نص ساعه، ومن بعد كتصفيوهم وكتخليهم، من بعد كديرهم في ميكات وتخشيهم في الفريغو. ما نقولش لكم البنات السكنجبير اصلا مهم 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 للدجاج في الغسيل ديالو، ما كيخليش ليه الزفوره ديالو، وكيخليه بصراحه ريحته زوينه فيها سكنجبير. المهم البنات كيف ما قلت لكم كيلو هنا تاع الدجاج. كنحتاجوا البنات هنايا معلقه ديال سكنجبير، معلقه ديال الزعفران، ومعلقه ديال راس الحانوت، وواحد جوج دويمات ديال الزعفران، ومعلقه هنايا ديال البزار، ومعلقه هنايا كبيره ديال الثومه، وواحد تقريبا واحد المعلقه ونص ديال السمن كيف ما كتشوفوا، وهنا واحد المعلقه ديال السكر سنيده، وواحد شويه ديال الملحه، حيت حنا اصلا كاينه هاد الضامه والسمن كيكونوا مالحين، وما تنساوش حنا كنغسلوا اصلا الدجاج بالملحه فما نكثروش الملحه بزاف. وكنكونوا البنات هنا مقطعين واحد جوج بصلات مشلطينهم كبارات، او ممكن ديروا ثلاثه على حسب الكميه اللي عندكم فيها الدجاج. وكنديروا البنات تقريبا واحد شويه ديال الزيت اللي هو كنديروا مع هذه. المهم البنات هاد المقادير كيف ما كنقول لكم عليهم اللي غنديرهم في الدجاج، هنايا غادي نديرهم في الدجاج وغادي نخليهم يباتوا، بحال غنرقدهم انا دابا، هادي عندي جوج ديال العشيه غنرقدهم وغنخليهم لثاني يوم وغادي نطيبهم البنات، يعني هادي غادي نرقدهم. وحق البنات باش ما ننساش لكم كنحتاجوا القزبر ومعدنوس، واحد تقريبا واحد المعلقه ديال القزبر ومعدنوس كديرهم في الدجاج. صافي البنات، وكتخليو هادشي مرقد هكا لثاني يوم حتى لثاني يوم وكطيبوه. انا حبيت غير نقول لكم الوصفه كيفاش كتكون الدجاج كيكون بنين وكيكون احسن اننا بعدنا نرقدو الدجاج في الليل ونخليوه ثاني يوم، غير الا كان عندنا طبعا واحد مثلا جاو عندنا ضياف الغفله ولا كنا زربانين ولا شي حاجه اللي كنطيبوه في نفس النهار. اما هو البنات ما نقولش لكم الشرموله، الشرموله الا باتت فيه ما نقولش لكم على البنه ديالو البنات كيفاش كتكون. المهم خليكم معايا. هانتو البنات كيف ما كتشوفوا، من بعد انا ما درت لقامه كامله للدجاج كيف ما كتشوفوا، الشرموله كامله درتها، وكتحاولوا بانكم الشرموله البنات تدخلوها في الدجاج مزيان. كنديروا من بعد ما سالينا كنديروا الحامضه، هانتي الحامضه كنعصروها هذه من الفوق بحال هكا كيف ما كتشوفوا، هكايا الحامضه الاخرى حتى هي كنديروا حامضه وحده هاهي بحال هكا كيف ما كتشوفوا. صافي البنات، وكندير ليه واحد لي بابي كنغطيه بحال هكايا، ولا كنشدو كنديرو في سوبيرا اخرى بالغطا ديالها، وكنخليوها البنات لثاني يوم ونطيبوه. المهم انا دابا حبيت اني نوريكم المقادير ديالها من الاول والشرموله ديالتها من الاول، وغدا ان شاء الله غنوريكم من غادي يطيب ونوريكم الشكل ديالو البنات، وما نقولش لكم على البنه ديالو كيفاش كتكون احباباتي، كتكون غزاله غزاله غزاله. المهم خليكم معايا البنات. هو الشكل النهائي ديال البارح تاع الدجاج اللي قلت لكم، الشرموله اللي درت معكم البارح، هذا هو الشكل ديالو بعد ما طيبته ودرت عليه شويه ديال البطاطا فريت، ودرت معاه حتى الزيتونه البنات كيف ما كتشوفوا، ودرت معاه شويه هاد الشلاضه ديال الدنجال، ودرت معاه شليضه ديال المطيشه، ايوا ديال الخيزو كيف ما كتشوفوا. ايوا هذا هو غدايا اليوم البنات، حبيت بأني نشارك معكم، حبيت نشارك معكم الطريقه كيفاش كنتبل بها الدجاج. نتمنى بان تكون نالت اعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر او فلوق اخر ان شاء الله. خليت لكم الراحه.